حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي الأفاضل في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج سنابل الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج الحلقات السابقة العبادة والبلاد، وبإذن الله نحن نلتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم شرع مع ختام شهر رمضان المبارك مسألة زكاة الفطر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني تجبر النقص أو الخلل اللي صار في وقت الصيام من للصائم. طبعا زكاة الفطر وقتها يخرج، أفضل وقت يكون من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. لكن لا مانع إذا خرجتها قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان عندك مشاغل أو خفت إن ما يداركك الوقت. طبعا زكاة الفطر مقدارها 3 كيلو جرامات تقريبا كما قدره جمهور الفقهاء، وتخرج من قوت البلد عندك، إما يكون مثلا مثل العيش أو مثلا من الشعير أو مثلا من التمر تخرجها، إن لم تستطع مثل ما يقرر أخوانا في صندوق الزكاة كل سنة في ختام الشهر يقررون قيمة معينة 20-25 ريال تقوم بدفعها إلى أي جمعية من الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة، وهم بإذن الله سبحانه وتعالى يخرجون بدل هالفلوس طعام يدفعونه إن شاء الله للفقراء والمساكين. فلا بد أن نحرص على هذه المسألة، نخرج زكاة الفطر عن أنفسنا وعن كل من يعني يكونون تحت أيدينا من زوجاتنا وأبنائنا، حتى الخدم إن استطعنا وحتى الجنين اللي في بطن أمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وكل ما قدمناه من أعمال صالحات في رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يسعدكم وأن يفرج الكربة والغمة عن هذه الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل الفرح والسرور على قلوب جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكما قال ربنا هو خيرا وأعظم أجرا.